السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. احنا اليوم في تتمة التي دي ديالنا بيو ستاتيستيك، ودابا ان شاء الله غادي نبداو ليكزيرسيس الثاني. دونك بالنسبه للتمرين الثاني كيقول بالنسبه لهذا التمرين هذا كيطلب منك انك تحسب لي ليميت. دونك هنا كيطلب منك تحسب الانترفال. بالنسبه للانترفال حنا كنا درسنا انه هو عنده ثلاثه د ليكا، الكا نورمال والكا كونتاج والكا بروبورسيون. دونك انت ملي كتقرا التمرين ديالك كتقرا مزيان كتحدد اش من كا اللي فيها انتينا. بالنسبه لهذا التمرين هذا عطانا لي شونتيون سيغ لو تو دو كوليسترول، يعني عندنا خمسه د اشخاص ودرسنا التو دو الكوليسترول ديالهم كل واحد، وعطانا البروبابيليتي 90% والفاريونس 625. دونك باش تحدد الكا ديال التمرين هذا كتلاحظ انك عندنا خمسة اشخاص وكل شخص درنا له غيزيطا ديالو وحده. دونك هنا كنخدمو في الكا نورمال. هنا في التمارين اللي ماجين غادي نشوفو كيفاش كنحدو لي كا اخرين. قلنا بالنسبة للكا نورمال كيكون كيتعطى ليك العدد الاشخاص وكل شخص كنديرو الريزلتا ديالو بوحدو، ما كنديروهمش مجموعين مع بعضهم اون جروب، ولا كنعطيك واحد بروبابيليتي عليهم ولا واحد بيرسونتاج عليهم. دونك بالنسبه لهذا التمرين هذا عندنا بروبابيليتي 90% وعندنا الفاريونس اللي هي 625. السؤال الاولي طلب منك انك تحسب الانترفال في الفاريونس كوني. بالنسبه للسؤال الثاني طلب منك انك تحسب الانترفال في الفاريونس انكوني. دونك بالنسبة للسؤال الأولي عندنا هنا باش تحدد الانترفال قلنا عندنا أربعة لي مراحل، واللي في أي تمرين يمكن تطبقهم وفي أي تمرين عندهم نفس المراحل. بالنسبة للمرحلة الأولى واللي قلنا هي أهم مرحلة، أنك تحدد اللوا ديالك فين تا خدام وش من الشروط ديال اللوا اللي كتخدم بها. دونك عندنا هنا الكا نورمال، اذا كنخدمو في لوا نورمال يعني اكس لي شونتيون ديالنا هذا اللي خدامين عليه كينتمي لنا للوا نورمال. اللوا نورمال قلنا كيعتمد على الموين د اكس الفاريونس د اكس كاري الو ام اكس، حتى هي كنتمي لنا للوا نورمال اللي كيعتمدنا هنا على الموين دو موين الفاريونس دو موين او كاري. دونك الشروط د هاد اللوا هدا قلنا انه يكون الموين دو موين يساوي لنا الموين د اكس، موين دو موين كيساوي لنا الموين د اكس، اي الفاريونس دو موين يساوي لنا الفاريونس د اكس او كاري سير ان. دونك حتى هنا كتكون حددتي اللوا ديالك فين تخدم والشروط اللوا اللي غادي تخدم بها. هنا هادي اللي هي مهمه بزاف وكدي حتى هي بيرسونتاج التنقيط ديالها. ودابا كتجي المرحله الثانيه قلنا اللي هي كتحدد البروبابيليتي ديالك. دونك بالنسبه للبروبابيليتي قلنا كتكون محصوره ما بين السالب والموجب، يعني الزد ديالنا ما بين ناقص ا والا. دونك بروبابيليتي غادي تساوي بالنسبه حنا هنا في اللوا نورمال، اذا غادي تكون الموين ديالنا اللي محصور ما بين هذه القيمه وهذه القيمه. دونك اكس كتكون محصوره ما بين ام اكس ناقص ا الغاسين الفاريونس او كاري سير ان، اي ام اكس زائد ا الغاسين الفاريونس او كاري سير ان. دونك هنا كتكون حددتي البروبابيليتي ديالك واللي هي الموين. قلنا بالنسبه للوا نورمال كيكون موين اكس هو اللي محصور ما بين هادي وهادي. دونك كتبقى لك المرحله الثالثه واللي هي انك تحدد الانترفال ديالك. الو الانترفال قلنا كنشدو هاد لي غولاسيون هادو كنزلوهم في الانترفال اللي هو ام اكس ناقص ا الغاسين الفاريونس او كاري سير ان، ام اكس موين اكس زائد ا الفاريونس او كاري سير ان. دونك هذا هو الانترفال ديالنا.
دابا حددتي لوا فين انت خدام وحددتي البروبابيليتي ديالك وحددتي حتى الانترفال وليغولاسيون اللي خدام بهم، كيبقى لك التطبيق عددي كتجي الغولاسيون ديالك كتشوف اي مجهول عندك. هنا بالنسبه لهادي عندنا ام اكس خاصنا نحسبوها و ا كنحدوها من الجدول ديالنا والفاريونس تعطاتنا. دونك عندنا ام اكس كتساوي اللي هو الموين اكس قلنا لا سون اكس اي سير ان لا سون اكس اي قلنا كنشدو هاد الريزلتا كل شخص هادي زائد هادي زائد هادي على التوتال اللي هو ان. دونك كتجينا الا جمعنا هادو كاملين كتعطينا 928 على ان اللي هما 5 اشخاص. الو بالنسبه للموين اكس ديالنا كيساوي لنا اللي هو 185.6. الو هذا هو الموين ديالنا بالنسبه للفاريونس هي 625 فاريونس او كاري 625 اي ان ايكال اسن. هنا كنكون حددنا الموين والفاريونس و ان كتبقى حاجه واحده اللي هي ا. كيفاش غادي نحدوها بالنسبه ل ا فيتنا شفنا ديطينا فيها في الفيديو اللي فات. و دونك هنا باش نحدوها عندنا probability 90%. دونك قلنا عندنا 90% probability اذا كنحددوا الكور ديالنا هنا البارتي هادي ناقص الفا على جوج هنا الفا على جوج وهنا probability اللي هي 90%. كنحاولوها العدد الصحيح اللي هي 0.9. دونك تانا هنا كنكو هاد بارتي هادي ما غاديش نحتاجوها اللي هي سالبه. دونك كتبقى لنا اننا نحدو الفالور د هاد بارتي هادي اللي غادي نقلبو عليها في الجدول ديالنا. دونك هنا عندنا البروبابيليتي خاصنا نحدو الفا على جوج شحال كتساوي. باش نحدو الفا على جوج خاصنا نقلبو على الفا. اذا الفا ديالنا كتساوي واحد ناقص بروبابيليتي اللي كتساوي واحد ناقص 0.9 اللي غادي تساوي 0.1. دونك الفا ديالنا كتساوي 0.1. كيبقى لك انك تحدد الفا على جوج. اذا الفا على جوج كتساوي 0.1 على جوج اللي هي 0.05. دونك حتى هنا حددنا الفا على جوج وعندنا بي. اذا غادي نجمعوا البروبابيليتي مع الفا على جوج باش نشوف هاد القيمه هادي شحال كتساوي. عندنا البروبابيليتي زائد الفا على جوج اللي كتساوي لنا 0.9 زائد 0.05 اللي هي 0.95. دونك بالنسبه لهاد القيمه هادي probability زائد الفا على جوج اللي هي 0.95 واللي هي القيمه اللي كنقلبوا عليها في الجدول. بالنسبه للجدول قلنا عندنا جوج الجداول عندنا هذا الاستيماسيون د تي وعندنا الجدول د النورمال. دونك حنا هنا عندنا الفاريونس كوني يعني حنا هنا في النورمال والفاريونس كوني ما كنخدموش بالاستيماسيون. اذا غادي نخدمو بهذا اللولي اللي هو النورمال. وقلنا الطريقه ديالو ان كيفاش كتخدم به هي الفالور اللي كتلقى هنا كتجي لوسط الجدول هنا وكتقلب عليها وكدير الاسقاط ديالها مع هاد الاعمده هادو. ونقدر تجيك اكزاكت تقدر تجيك ما بين هادي وما بين هادي كتجمع اسقاط كل وحده فيهم كتقسمهم على جوج. دونك بالنسبه لنا هنا قلنا عندنا 0.95 اللي كتجينا ما بين عندنا هنا 0.949 و 0.50 شي حاجه كتجيك القيمه انها مشتركه بالنسبه 0.049 كتجيك 1.64 والثانيه كتجيك 1.65. دونك هادو كتجمعهم وكتقسمهم على جوج حيت جاتنا ما بين هادي وهادي.
اللي كتساوي لنا 1.65 فاصلة شي لعبانة. دونك هادي هي ا ديالنا إذا حتى هنا كتكون حددتي المجاهيل، حددتي المويان، حددتي الفاريونت، حددتي إن، حددتي أ، كيبقى لك غير التطبيق عددي في الانترفال، واللي كيساوي لنا هنا عندنا الانترفال اللي هو إم إكس اللي هي 185.6 ناقص أ 1.65 الجذر الفاريونت 625 على ان اللي هي 5 اي. هنا باش ما نطولوش علينا هاد الانترفال هنا نديرو زائد ناقص، يعني غنخدمو فين بجوج. دونك بالنسبه للفالور د الانترفال ديالنا غادي تجي بالنسبه الاولى ناقص كتجينا 167.15 اي، الثانية 204.09. دونك حتى هنا كنكونو حددنا القيمة د الانترفال ديالنا اللي هي هادي، وهادي هي الطرق كيفاش كنجبدو الموين الفاريونس كتعطى لنا، وهنايا كيفاش كنحدو ا بالطريقة الجدول في الكا د النورمال. دونك هادو هما لي زيتاب ديالها، وكنتمنى يكونوا مفهومين. ودابا ان شاء الله ننتقلوا للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني في التمرين هذا كيطلب منك انك تحسب الانترفال في الكاد الفاريونس انكوني. دونك بالنسبه في التمرين هذا الفاريونس اللي تعطاتنا ما غاديش نبقاو محتاجينها، يعني كتعتبر ما كايناش شي انكوني. دونك بالنسبه لهاد الكادي قلنا ملي كتعطى لك الفاريونس انكوني يعني كدير ليستيمون د فاريونس بليستيماسيون، يعني كتشونجي الفاريونس بليستيماسيون. دونك في التمرين السؤال الثاني عندنا ليستيمون د فاريونس، ليستيمون الفاريونس د هاد بوبيلاسيون هادي باغ ليستيماسيون. دونك ملي كتشونجي الفاريونس ديالك بالاستيماسيون في لي غولاسيون ديالك كيبقاو نفس المراحل نفس لي زيتاب، حاجة وحدة قلنا اللي كتشونجا اللي هي الاستيماسيون، و أ اللي كنحسبوها كتحدد في الطابلو د ستودنت، كنكونا خدامين بالطابلو دي الوات ستودنت. دونك بالنسبة للمرحلة الثانية أنك تحدد بروبابيليتي ديالك، بروبابيليتي قلنا نفس المراحل كتبقى غير لي غولاسيون كيتشونجاو. عندنا ا محصورة ما بين زيد محصورة ما بين ناقص ا و ا، إذا probability ديالنا كتساوي عندنا الموين د إكس ناقص ا بريم، يعني كتكون شونجيها الغاسين ليستيماسيون أو كاري سيغ إن، إي موين د إكس زائد أ بريم غاسين ليستيماسيون أو كاري سيغ إن. دونك هنا بالنسبة للبروبابيليتي ديالنا كتبقى نفسها، يعني موين إكس محصور ما بين هادي و هادي، لي كيتشونجا هو الفالور القيمة د أ، و هنا الفاريونس كنشونجيوها بليستيماسيون. هادو جوج حوايج لي كيتشونجاو في هاد لي غولاسيون هادو. دونك ملي كتحدد بروبابيليتي كيبقى ليك أنك تحدد الانترفال، الانترفال ديالنا قلنا كنشدو هاد لي غولاسيون هادي اللي هي موين د إكس ناقص أ بريم غاسين ليستيماسيون أو كاري سيغ إن، إي موين د إكس زائد أ بريم غاسين ليستيماسيون أو كاري سيغ إن. دونك هذا هو الانترفال ديالنا. ملي كنحدو البروبابيليتي و الانترفال كيبقى لنا التطبيق عددي. الموين اكس اللي هو نفسه اللي حسبناه في السؤال الاولي، ا كتختلف ليستيماسيون خصنا نحسبوها، ان كتعطانا في التمرين. دونك بالنسبه للموين اكس كيساوي لا صوم اكس اي سير ان،
اذا لا سوند اكس هي قلنا كنجمعوا هاد لي فالو هادو كنقسموهم على ان اللي خمسه الاشخاص اللي عندنا دونك 928 على 5 اللي هي 185.6 اللي هي نفس السؤال الاولي دونك بقى لنا هنا عندنا ليستيماسيون ليستيماسيون اللي فايتنا قلنا الغولاسيون ديالها اللي هي لا سوم اكس اي او كاري ناقص لا سوم اكس اي الكل او كاري سير ان الكل سير ان موان زان هي نفس الفاريونس فاي كتختلف هنا ناقص ان ناقص واحد دونك هذه هي ليستيماسيون ديالنا كيبقى لنا اننا نحسبوا لا سوم اكس اي او كاري و لا سوم اكس اي هي عندنا محسوبه كنرفعوها او كاري وكنحسبوا الغولاسيون ديالنا دونك بالنسبه للقيم عندنا لا سوم اكس اي او كاري اللي كتساوي لنا لا سوم اكس اي او كاري قلنا كنشدوا كل وحده كنرفعوها او كاري زائد هذه او كاري زائد هذه او كاري حتى كتسالي لا شين ديال اللي كتساوي لنا 174842 ناقص 928 او كاري سور ان اللي هي 5 على ان ناقص 1 اللي هي 5 ناقص 1 اللي غادي تساوي لنا 651.3 دونك هنا كنكونوا حسبنا ليستيماسيون ديالنا وحسبنا المويان كتبقى لنا ابريم ابريم شنو كتساوي وكيفاش كنحسبوها دونك بالنسبه لنا هنا كنحسبوها كنخرجوا ديك القيمه اللي غادي نشوفوها بنفس الطريقه اللي قلنا عندنا حنا البروبابيليتي ديالنا 90% دائما كنطلقوا هنا في الانترفال دائما كنطلقوا بالبروبابيليتي هنا البروبابيليتي 90% دونك الجدول ديالنا هنا ناقص الفا على جوج الفا على جوج هنا البروبابيليتي اللي هي 0.9 هنا قلنا هذه ما كنحتاجوهاش حيت سالبه ما كنخدموش في السالب كيبقى لنا كنقلبوا على بارتي هذه شحال كتساوي دونك خاصنا نجبدوا الفا شحال كتساوي باش نجبدوا الفا كنستعملوا البروبابيليتي يعني الفا كتساوي لنا 1 ناقص بي دونك 1 ناقص 0.9 اللي كتساوي 0.1 هذه هي الفا ديالنا اذا خصنا نجبدوا الفا على جوج الفا على جوج كتساوي 0.1 على جوج واللي هي 0.05 دونك حددنا الفا حددنا الفا على جوج كيبقى لنا اننا نجمع هذه القيمه هذه اللي هي بي زائد الفا على جوج اللي كتساوي لنا 0.9 زائد 0.05 كتساوي لنا 0.95 دونك بالنسبه للبي على جوج هي القيمه اللي كنستعملوها في الجدول باش كنحدوا بها الفا بالنسبه لهاد الوا هذا عندنا الوا تي الوا ستودنت قلنا اللي كنخدموا به في الطابلو تي الطابلو الثاني هنا بالنسبه للطريقه ديال الطابلو هذا الخدمه ديالو قلنا كنخدموا بالاعمده يعني هاد القيمة اللي خرجناها هنا 0.95 كنديروها في هاد العمود الفوقاني والقيمة الثانية هاد العمود هذا كنديرو ان ناقص واحد يعني هنا كنحتاجو 0.95 في العمود الفوقاني مع ان ناقص واحد في العمود الثاني دونك ملي كندير ان ناقص واحد اللي هي 4 كندير الاسقاط وكندير القيمه اللي عندي هنا بالنسبه لنا هنا عندي 0.95 وان ناقص 1 هي 4 كندير الاسقاط كنجبر 2.182 و132 يعني ا ديالي كتساوي 2.132 دونك هنا ا حددناها من الجدول اللي هي هذه
كيبقى لنا هنا غير التعويض العددي. اللي كنرجع للانترفال ديالي كندير تعويض عددي دموين اكس اللي هو 185.6 ناقص ا اللي هي 2.182 2.132 على جذر الاستيماسيون قلنا هي 651.3 على ان هي 5. والعلاقه الثانيه حيدو هذه قلنا 185.6 زائد ا ديالنا اللي هي 2.132 جاد 651.3 على ان اللي هي 5. دونك الانترفال ديالي هنا كيساوي القيمه النهائيه اللي هي 161.27 اي 209.93. دونك الخوت هنا كنكون حددنا الانترفال ديالنا وهادو لي زيتاب لي كنخدمو بهم في الكاد نورمال الفاريونس انكوني، يعني كنخدمو بالاستيماسيون والطابلو دو ستودنت بي. وحتى من هنا كنكون سالينا التمرين الاولي، ولا ما كانتش شي حاجه مفهومه ولا كاينه شي حاجه فيها الغموض يمكنكم تنزلوها في لي كومونتير ونديروا فيديو ديالها ان شاء الله ونشرحوها، والله يعاونكم وتلاقاو في التمرين الثالث ان شاء الله.